من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآلاف اللعائن على أعدائهم إلى يوم قيام الدين. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم في موقف تاريخي جديد مع مشهد يصور حدثا جرى مع أهل البيت عليهم السلام. إذ اليوم سنتعرف على كيفية تدريب النفس على اتباع الحق وترويضها على ترك الهوى. فإليكم سادة الحضور هذه الحوارية التي جرت بين سائل وبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أنا وأنتم فلنشاهد. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل اسمه مجاشع. يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال لي عليه الصلاة والسلام: معرفة النفس. فسألته: يا رسول الله، كيف الطريق إلى موافقة الحق؟ فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم: مخالفة النفس. ثم قلت له: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضاء الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سخط النفس. يا رسول الله، كيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال: هجر النفس. يا رسول الله، كيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عصيان النفس. يا رسول الله، كيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نسيان النفس. يا رسول الله، فكيف الطريق إلى قرب الحق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: التباعد عن النفس. يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الوحشة من النفس. يا رسول الله، وكيف الطريق إلى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الاستعانة بالحق على النفس. مشاهدينا الأكارم، ما شاهدنا يدعونا إلى التفكر في أنفسنا، كيف سنروضها على ترك المعاصي وترك الهوى، وكيف سنتبع الحق عملا بما شاهدناه في الحوارية السابقة. نحتاج إلى قوة اعتقاد بأن الحق هو النجاة، والحق هو الطريق الموصل إلى رضا الله تعالى. نسألكم الدعاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جيسا
اسم محبهم فاطمة إذا في حبهم وتزودا.